ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ساره الجزائريه وزوجها محمد محمود عبد العزيز ابن الراحل المصري والنجم القدير محمود عبد العزيز، ربنا يرحمه ويرحم الجميع يا رب العالمين. وتحدي الاكل الجزائري، وساره دايما بتقول الكسكسي هو اللي محتل المرتبه الاولى وما فيش زيه، هو اجمل اكله، وبتقول له على ضمانتي. وبعد كده جت اكلات جزائريه كتير جدا، واضح ان هي ما شاء الله عليها عارفه كويس جدا في الطبخ الجزائري. ايه سافير وانت كنت حابه نلعبها دي؟ محمد محاجب ولا كسكسي؟ انا كسكسي. كسكسي هو الملك. اراسيا ولا كسكسي؟ كسكسي باللحمه ولا كسكسي ده لا كسكسي ولا متوم؟ توم هو عبارة عن لحمة مفرومة بالتوم وكده طاجن، فكسكسي ولا دي؟ انت لحمة لحمة بس انا عايزة كسكسي. ليه اخترت اللحمة؟ لا انا ما كنتش عايزة هم تغشاش. دلوقتي ده ايه؟ كسكسي برضو؟ انت عايز لحمة؟ خلاص حبستك ماشي. دي الدورمة انا بحبها. تاك حريرة ولا كسكس ولا دورمة؟ دورمة دي بالسمك جوه. ماشي حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل التوفيق والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.